10 دقائق او بساعة او بالاكثر بعد او نص الدوام او ما يجون بالمرة الله اعلم. سلام خوش نقعد في هذا وز والله في مشكلة بصراحة يا اخي ما في مشكلة طول عمر انتظرهم لين يجون ويحلون الموضوع يا اخي بعض الموظفين الله يهدينا وياهم يعني يعطلون الناس وما يجون الا نص الدوام هذا ما هي طريقة هذه يا اخي ولو طال عمرك الطيبين واجد والدنيا بخير ابشرك. ايه هذا من طيب بصرك. هذا والله يا اخي من طيب بصرك بصراحه. بس والله العظيم يا اخي الواحد رجل واحد موظف نشيط يريحه وكان احسن. والله يا اخي معقب انت ولا ايش تسوي؟ شم؟ انا اقول انت معقب ولا شلون؟ انا يا اخي صاحب انا عندي صدق في المؤسسة اللي عندي والله يا أخي إنه ما ينفعون ولا بشيء كلهم وجودهم مثل عدمه. أنت عندك مؤسسة هم؟ إيه أنا عندي مؤسسة طال عمرك عمال ومهندسين وواحد إداري. طيب يا أخي ما دام عندك مؤسسة ليش ما تخلي واحد من موظفينك يراجع؟ ليش تجي أنت بنفسك؟ وما فيه مبركة والله ما فيه مبركة كثرتهم مثل عدمهم. ما أعوذ بالله. إي والله يا أخي بصراحة الله آخر زمان. صار المدير هو اللي راجع. وش نسوي يا ابن الحلال؟ وش نسوي؟ لو ان الواحد لو ان الله سبحانه وتعالى يعني اقول والله يوفق الواحد واحد مثلك انسان كفو، انسان مجد ومخلص ومواظب على عمله، انسان الواحد يرتاح. لكن مشكله يا اخي وقت مع الموظفين. ايش تقول طال عمرك؟ تقول عندك مؤسسه انت؟ اي نعم طال عمرك. تبي موظف يعني نشيط ومخلص و اي والله لو حصل والله كان احسن يا اخي، لكن عاد ما بلد حيله. ولا وفق واحد مجد مخلص مثلك انت الحين، شوف جايين قبلهم كلهم واسكن العمل كله. يا
أخي بيض الله وجهك، عز الله أنك ابن حلال. أقول سمع. أنت وش عندك الحين؟ أنا عندي طعام كالمعاملة يا أخي، وأنا عندي مرايا أشغال كثيرة، وأنت تربطني وتتعطلني بسبة المعاملة. كيف جيب خلنا نشوف المعاملة ذي؟ سودك إن شاء الله تلقى لها حل. هذه؟ أي نعم طعام. بسيطة يا ابن الحلال. بس هذه؟ جزاك الله خير. يسر أمورك إن شاء الله الحين. كلها دقيقة ولا أقل وأنت خالص وماشي. جزاك الله خير. بسيطة يا ابن الحلال، أحسبها موضوع عن غير هذه. تبى اعلمك ان الدنيا ما زالت بخير، والله انك حقيقه انك احرجت بركه. تبى اعلمك فرجت، انا من اول بنطق لساعتين ثلاث ساعات هنا وقتها ما في احد ما بدا. اعوذ بالله. الله سلام. سير سير الواحد الى كثره اعمال وكثره اشغال وكثره. الله يعين على الدنيا بخير. الله يعين على الدنيا بخير. كل يوم يتأخرون ربعك. أقول كل يوم يتأخرون ربعك. إلا كل يوم ما يجون. الله يعينك، الله يعينكم، الله يوفق لي وياك. جزاك الله خير يا أخي. جزاك الله أنك حليت مشكلة يعني. جزاك كل خير طال عمرك. الله يبارك فيك. ممكن قلمك لو تفضل؟ كم؟ أقول ممكن قلمك يعني استعارة. شنو شنو عندهم؟ إي ولو طال عمرك، هذه وصول الشغل. شلون يعني؟ يا ابن الحلال وصول الشغل ما تعرف أنت. على اساس ما يعتبرون انه موظف واحد اللي سواها، يعني كان اكثر من موظف. يعني كان يختلف القلم. اي العلم بحر. شكرا شكرا. اي والله الله يبارك فيك. يمكن انا طال عمرك لو شفتني. اي الله يبارك فيك ينفع. لا جزاك الله خير. سلامتهم ما يجون اليوم. كيف؟ هذا مش والله ماشي اكيد ما عندنا مشكله بصراحه. جزاك الله خير. عسى ابو حبر قلمي. لا واذا ما في حبر عندنا حبر طال عمرك ما في مشكله. الله يسلمك حبيبي. سم الله يحييك. سم هذا اول شيء قلمك. شكرا. وهذه طال عمرك المعامله خلصت. جزاك الله خير. الله يجزاك على خير. والله انك احرجت امرك انا انتهت. خلاص كبر. جزاك الله خير. يا اخوي على فكره. سم. لا مؤاخذه سمعت شاتكم انا. حفظ الله طال عمرك. صراحه معاشاتنا ضعفت فيها. 2500 ريال. 2005 بس. بس؟ بس. لا بصراحة والله هذا ما صحيح. أنت وأمثالك بصراحة لازم 5000 6000 أو أكثر بعد. والله في الحقيقة طال عمرك بصراحة يعني أنا ودي فعلا إني أحسن من وضعي المالي. إيه. أنت عارف أنا شاب وقدامي مستقبل وأبغى أكافح، لكن إيه؟ بصراحة لحد الآن ما لقيت الفرصة المناسبة. والله الحقيقة أنت وأمثالك فعلا يجب أن يكون طموح، ويجب أن يكون يسعى إلى الأفضل ويحسن وضعه، ومن جد وجد يعني ما في شك. على فكرة بعد خذنا هذا الكرت. هذا كانت باسم محلنا. اي نعم. الى منه ان شاء الله حصل لك فرصه لازم تزورنا. شكرا يا اخي. ان شاء الله طال عمرك وباسرع وقت ان شاء الله. حياك الله. الاسم الكريم طال عمرك؟ صالح طال عمرك. اي نعم. حياك الله. ما الله. اهلا. اشهاد استقالتك؟ اي نعم طال عمرك. ليش مقدمه؟ في احد ضايق في الشغل؟ ابدا طال عمرك. ليش مقدم استقالة؟ هل يكون يعني الضغط عليك في الشغل هو اللي خلاك تقدم استقالة؟ اكيد الضغط عليك من بيت زملائك هو اللي خلاك تقدم استقالة. لكن انا عارف انك شاب نشيط وانا قدمتك الترفيع ولا قصرت معك. الحقيقة طال عمرك ما هو بذا القصد. لكن انا ابغى احسن وضعي وابغى ابحث عن وضع افضل من هذا. وتعرف طبعا ابغى احسن الوضع الاجتماعي، وهذا اهم شيء. يا ابني هذا من حقك، ما اقول شيء. لكن اظن ان الترفيع بيحسن وضعك الاجتماعي. وعلى العموم انا ما اقبل استقالتك ابدا. بس طال عمرك يعني مساعده منك تعتبر. يا ابني هذه شيء خارج عن ارادتي، انا ما اقدر اقبل استقالتك. ارجوك طال عمرك يعني ساعدني هالمره يعني رحمه بحالي وظروفي وانت عارف الله يسلمك. يعني هالمره طال عمرك.
الحلال هذا شيء نظامي وانا ما اقدر خلف النظام. يعني ما في حل، ما في فائده، ما تقدر تساعدنا؟ ما اقدر، اسف، هذا شيء خارج عن ارادتي، ما اقدر. اخر قرار طال عمرك؟ لا خلاص ما اقدر. خلاص لو اقدر اساعدك. طيب شكرا طال عمرك. العفو. طلبك يا اخوي غريب، انت تبي تستقيل ليش؟ يا ابن الحلال مثل ما قلت لك، قلت لك عشان احسن من وضعي. طيب ايش اللي يمنع انك تحسن من وضعك وانت موظف؟ فهمت فهمت، اثرك تبي التجاره والمال. بس يا اخوي احب اقول لك حاجه، ترى مو كل مجتهد نصيب يعني. فاهم الكلام اللي تقوله، لكن لمعلوماتك انا ما ابغى تجاره. تبغى تجاره؟ لا، بس انا اللي عارفه ان الواحد يدور واسطه علشان يتوظف، اما زيك انت تدور واسطه علشان يستقيل، هذه اول مره تمر علي. واللي حصل ان المدير رفض استقالتي، عشان كذا جيت لك عشان تساعدني. بس هذا مستقبلك. مو علشان مستقبلي، انا جاي ابغاك تساعدني تتوسط لي عند المدير علشان يقبل استقالتي. طيب وش انا اقدر اسوي انا؟ الحين المدير ما راح يهمك هو؟ بلى. خلاص انحلت المشكله، ابغاك تروح وتكلمه تقول له يعني يقبل استقالتي ويوافق اني اطلع من العمل. يعني مصمم؟ طبعا. والله ما دام انك مصر الى الحد خلاص احاول. شكرا شكرا طال عمرك، وفي الحقيقه انا لا يمكن انسى الخدمه. العفو العفو حبيبي. صحيح؟ طبعا. الله يبشرك بالخير. في الحقيقه انا ماني عارف شلون اشكرك. العفو اخوي، بس صالح سم. ودي اعرف ايش تبي تسوي. وش اسوي؟ كل خير ان شاء الله، بس هي جت الاستقاله. زين ورينا شطارتك الان يا عمر. الان بدا مسار حياتي تغير تماما. الله يستر. بس حبيبي لا تخليني بكره تندم. لا اطمئن، انا بيض وجهك ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ابو صلوح خدمه ثانيه. شكرا طال عمرك، في الحقيقه انت ما قصرت. لا طيب مع السلامة. ماشي خلاص مع السلامة. الحين أنا حر نفسي، الآن أبدأ العمل. حياك الله يا أخ صالح، وشلونك؟ الله يسلمك طال عمرك. يا مرحبا. في الحقيقة أنا ما نسيت زيارتك الأخيرة لنا طال عمرك. إيه والله، برضو بعدنا بصراحة احنا يعني انا ما رشيد فجعتك يوم اجي يوم القاك لحالك في المكتب تشتغل يعني. اي نعم بصراحة والله يعني شغل والله ما ينسي، ومعروفك ما ينسى بصراحة. بيض الله وجهك. العفو طال عمرك، يعني هذا واجب وما في شكر على الواجب. والله يا اخي بصراحة انك رجل نشيط ورجل مجد ومخلص، وليت الناس كلهم مثلك يعني بصراحه. بس بعض الحقيقه طال عمرك انه بعض الاخوان الله يهديهم إيه؟ صراحه ما يخلصون في عملهم إيه؟ نعم. ما يراعون ضميرهم في العمل، لكن انا صراحه اختلف عنهم. انا انسان طال عمرك لا يمكن يدخل علي قرش ما هو بحلال، وهذه قاعدتي في الحياه. هذه يا اخي صفه المسلم المؤمن، الاخلاص والتفاني في العمل، ما في شك يعني. صدق يا طويل العمر ان العمل في المؤسسه كله قايم على راسي انا. باين باين، انا شايف ان الشغل بعيني انا، ما في المكتب الا انت لحالك يا اخي. فعلا طال عمرك، ومع هذا كله ما في يوم من الايام اني طلبت ترفيه او عاله، ما في مره. ليش اخوي يا اخ صالح ليش؟ في الحقيقه انا اترك المواضيع هذه لتقدير مديري نفسه يعني. اي صحيح، بس عاد ترى المدير بيقدر، لان شغلك شيء واضح يعني، شغلك اجتهاد واخلاص، والمدير اكيد انه عاد يا علاوي يا ترفيع ما هو غافل عنك اكيد يعني. ما في شك طال عمرك. اي كيف الحال؟ حياك الله طال عمرك. يا هلا والله وسهلا، يا مرحبا. وش اخبارك وش عندك؟ والله طال عمرك في الحقيقه انا قدمت استقالتي عن العمل. شلون؟ ليش؟ سم؟ ليش؟ هماك طال عمرك تقول تبغى موظف نشيط ومخلص وتبغى توظف عندك؟ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا وليدي الله يصلحك، أنا ما قلت استقل. أنا ما قلت لك استقل، الله يهدينا وياك. أنا يعني أمدح صحيح ومدح محله إنك رجل مخلص وتستاهل كل خير.
الله يهدينا وياك. الله يصلحك بس. يعني وش المعنى طال عمرك؟ المعنى انك تسرعت. المعنى انك استعجلت. يعني انا ما هذا والله يعني شغلك هذا والله ما ادري شلون بس خطيت الخطوه هذه. انا مجرد راي. يعني افهم من سيدة طال عمرك انك ما تبيني يعني؟ يا اخي مو معناته اني ابيك ولا ما ابيك، بس هو يهدينا وياك انت سرعت واستعجلت، يظهر ان المعامله اللي انا اعطيتك اياها ما قريتها، ولو قريتها ما قدمت استقالتك. طيب المعامله وش فيها؟ مو انا خلصت لك معاملتك فوقتها؟ يعني طال عمرك هذا جزاء الاحسان، يعني اساعدك واتعب معك يا ابن الحلال يا اخ صالح الله يهدينا وياك. المعامله انا مقدمها على اساس اعتذر من مشروع انت قدمناه له، احنا تقدمت له المؤسسه واعتذرنا من الشغل هذا لان نظر لفلاسنا. ها نعم مقلب شربت المقلب. الله يهديك بس الله يهديك. استر 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 الله يرضى عليك. ما شربت مقلب، لكن انت الانسان لا يشرب مقلب ولا في مقلب وانت سبب. فالمساله كل ما في الامر الله يهدينا وياك انك يجب انك ما تسرع، وانا انا معلمك من اول يعني انا ما اعطيتك علما على اساس انك تستقيل ثم عن مؤسساتنا. انت فاهم تقلصت اعمالنا يوم بعد يوم، وبعدين يعني العمال رخصنا لهم والمهندسين رخصنا لهم والمؤسسه فلست والفراش رخصنا له، حتى التلفون ذا الحين ما عندنا ما نسدد له، وخلصنا وانتهت اعمالنا. ضعنا واكلت المقلب. والدنيا بيبان اكتر.